عسلامة يا جماعة ومرحبا بكم في أول فيديو في 2023. اليوم باش نحكي لكم على سوجي ماشي يولي دو بلوز أون بلوز امبورتون في حياتنا احنا كتوانسة، اللي هو لي كاميرات سورفيونس. علاش؟ خاطر من شيرة التسيب والسرقة والبركاجات ماشية وتكثر مالوغوزمون، وهذا مش كان في تونس كهو راهو في العالم الكل. ومن شيرة أخرى برشا توانسة مالوغوزمون مازال ماشي في بالهم اللي كلمة كاميرات سورفيونس مازال تحكر على العباد اللي لبس عليها وعندها برشا فلوس. وإفكتيفمون خاطر قبلكم باش نجم تركب كاميرات سورفيونس في دارك يلزمك تكلم سوسيتي متخصصة في الدومين هذايا، يجيو يعملوا لك إتيود ويركبوا لك دي كاميرا ويلزم انستالاسيون وجعب وكابلاج ومنعرف شنو وهات منك اللاوي. وبيان سور انستالاسيون كيما هكا ماهيش رخيصة، تكلف برشا فلوس. توا قاعدين بشوية بشوية ندخلوا في عصر جديد، عصر النوميريك والكونيكتيفيتي ولي زوبجي كونيكتي ولي زوبجي انتيليجون، وتنجم وحدك حتى بيدجي صغير متاع 120 ولا 130 دينار تاخو كاميرا سورفيونس محترمة فونكسيونيل وفيابل، وتنجم حتى تركبها وحدك في الدار. دونك لوبجيكتيف متاعي ورا الفيديو هذي هو اني نقرب ونبسط الكونسيبت متاع لي كاميرا سورفيونس للتوانسة. دونك قبل ما نكمل نتعمق في الموضوع نحبك تركز معايا بالكدا بالكدا وتكمل الفيديو للاخر. اما قبل هذا الكل، كانك مكش ابوني في الشين يوتيوب ننصحك تشترك في القناة باش ما تفوتك حتى فيديو، وتعمل لايك للفيديو باش الفيديو توصل اكبر عدد ممكن من التوانسة وهكا يستفيدوا الناس الكل. به نرجع لكاميرا سورفيونس. لي كاميرات سورفيونس مودرن توا فما زوز انواع، فما لي كاميرات سورفيونس انتيريور وفما لي كاميرات سورفيونس اكستيريور. وتنجم تقول اللي الفرق بيناتهم اسونسيلمون في لو فات انو الكاميرا اكستيريور تحمل الدهك اكثر، في لو فات انها تقاوم الماء والغبره والشمس وايتونش وكتصب عليها المطر ما تصير لها حتى شيء اكسيتيرا اكسيتيرا، اللي هما دي فونكسيوناليتي ما تلقاهمش في الكاميرات سيكوريتي انتيريور. اما هو كي تجي تشوف فما برشا 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 انواع نتاع دي كاميرات سورفيونس. اليوم دونك باش نحكي لكم على كاميرا سورفيونس اكستيريور اخترتها من ماركه شاومي، اللي هو الموديل هذا اللي متوفر عندنا في تونس واسمها مي وايرلس اوت دور سيكوريتي كاميرا 1080p 7. نعرف اللي الاسم طويل شويه، اما تو بعد تفهموا في الفيديو اللي هي كاميرا تري تري انتريسونت وننصحكم بها الناس الكل. به الكاميرات سيكوريتي هذيا عندي براتيكمون عام ملي شريتها وركبتها وبديت نستعمل فيها، دونك نجم نقول اللي انا اليوم نعرف عليها براتيكمون كل شيء ونجم نحكي لكم عليها مليح. وبيان سور نجم نوضح لي زومبيغويتي اللي صاروا على الموديل هذا بالذات، خاطر في الاشهر الاولى اللي خرجت فيه الموديل هذا بالذات صار برشا قيل وقال عليها وبرشا عباد شراوها وندموا. اي نعم ندموا كاريمون، على خاطر على اول ما خرجت كانت فيها شويه مشاكل نتاع اوتونومي ونتاع ديتكسيون نتاع قصان سينيال اكسيتيرا، وهذا الكل باش نحكي فيه وباش نوضحه في الفيديو نتاع اليوم. به اولا خلينا نبداو بالسبيكس جينيرال نتاع الكاميرا هذه. شنية هي غيرلمان؟ C'est une caméra de surveillance totalement sans fil. Je m'en ai totalement sans fil. كلنا نعرفوا اللي أي caméra de surveillance en temps normal يلزمها deux câbles. فما كابل باش يوصل لها l'alimentation électrique، خاطر أي caméra de surveillance تخدم بالcourant. وفما un deuxième câble اللي هو فيه السينيال متاع l'image اللي باش يمشي سواء enregistreur externe ولا DVR ولا أي حاجة. قوة الكاميرا هذه في لو فيت أنها totalement sans fil، معناها pour l'alimentation électrique فيها batterie intégrée، يعني تشارجها كيما سمارت فون، واللي ماج زادة ما تستحقش كابل على خاطر السينيال يمشي سون فيل بحاجة كيما الواي فاي أما ماهيش واي فاي. الريزوليوسيون والكاليتي ديماج متاع الكاميرا هذيا سي دو فول اتش دي، وفيها فيزيون نوكتورن انفراروج، وفيها ميكرو ووبرلور باش كي تبدا ماكش في الدار ويتعدى واحد قدام الكاميرا انت تنجم تسمعو بالميكرو متاع الكاميرا، وتنجم انت تكلمو وصوتك يسمعو في البافل متاع الكاميرا، يعني براتيكمون تنجم تعمل ابيل فيديو مع السيد اللي قدامك. الكاميرا معاها اباري صغرونة نجم نقولوا عبارة على ميني دي في ار، اللي هو لو سيرفو اللي جالي لكاميرات سورفيونس، ولي زانفورماسيون اللي تسجلهم الكاميرات سورفيونس الكل يمشيو للاباري الصغرونة هذايا، كسوا في فلاش ديسك ولا في كارت ميكرو اس دي. وهذه بيان سور حاجة طيارة برشا، باش حتى إذا كان الله لا يقدر جا سارق دخل للدار وكبتاتو الكاميرات سورفيونس، وإذا كان هو يخمم باش يتعقرب وباش يمشي يكسر الكاميرات سورفيونس، الفيديو اللي سجلتها الكاميرا باش تكون ديجا خرجت من الكاميرا ومشات للاباري الصغرونة هذيا وتسجلت غادي. البوتي الصغرون هذيا ولا الميني دي في ار ديجا انكلو مع الكاميرا، وتنجم تكونيكتي عليه جوسكا 4 كاميرا سيمولتانيمون. ودو سو فيت بالطبيعة الكاميرا سواء تنجم تشريها اون كيت يعني معاها دي في ار صغرون، سواء تنجم تشريها وحدها. بيان سور اذا كان باش تشريها اول مرة سا سيغ غيان انك تشريها وحدها، خاطر متنجمش تكونيكتيها ديريكتومون على الواي فاي، دونك اول مرة يلزمك تشري الكيت اللي معاه الميني دي في ار. ومن بعد بيان سور تنجم تزيد تشري كاميرا اخرى سيباري وتزيد تكونيكتيها على نفس الدي في ار اللي عندك في الدار. هذا الكل وبيان سور بويسك نحكيو على un produit intelligent Xiaomi، ça veut dire que les produits هذا ils s'intègrent
parfaitement dans l'écosystème de Xiaomi. Yani, on peut le gérer directement dans l'application Xiaomi Home ou il peut même interagir avec d'autres appareils Xiaomi qui ont déjà fait d'air. Et c'est tout ce que je vais faire dans la vidéo. Bien, donc, comme d'habitude, on va aller à l'unboxing. On va voir le carton qui est là. Donc, c'est le carton qui est là. Quand tu vas ouvrir le carton, tu vas te sentir que tu as fait un unboxing de l'iPhone tellement la qualité de le carton est là. Et quand tu ouvres le carton, tu vas voir tout ce qui est bien et qui est placé correctement. اول حاجه باش تلقاو ستيكر دافيرتيسمون نجم تلصقو بيان سور في باب الدار نتاعك. ensuite نلقاو الميني دي في ار ولا الروتور نتاع الكاميرا. نلقاو بحذاه الكاميرا دو سيرفيونس في حد ذاتها. ومن بعد نلقاو بوكس صغرونه فيها لي اكسسوار نتاع الكاميرا. نلقاو فما ان كابل ريزو ار جي 45 كاتيجوري 5 او. ونلقاو زيد كابل يو اس بي تيب سي. نلقاو زيد كتايب صغير اللي هو الجيد يوتيليزاتور. ونلقاو زيد الكيت دو فيكساسيون اللي هو عباره على ساشي صغير فيه دو شوفي وزوز فيسيت. يعني حتى الفيسيت اللي باش تستحق لهم باش تركب الكاميرا في الحيط اي سون ديجا انكلو. باه خلينا نبداو بالروتور نتاع الكاميرا. دونك كيما تشوفوا عباره على روتور صغرون جوست فيه دو زونتين يكابتيو السينيال نتاع الكاميرا وفيه انبوبه من قدام. ورد في ار عندك بور ار جي 45 باش يعطيك اكثر حريه سواء تكونكتيه على الانترنت بالواي فاي سواء تكونكتيه بالكابل ريزو اللي عطاهولك مع لي اكسسوار. نلقاو زيد بور يو اس بي وبور ميكرو اس دي للستوكاج نتاع لي فيديو دو سيرفيونس. يعني عندك الشوا في الستوكاج نتاع لي فيديو دو سيرفيونس سواء تحط فلاش ديسك في البور يو اس بي يوليو لي فيديو يتصبوا فيها ديريكتومون ولا كان عندك كارت ميموار تنجم تحطها في البور ميكرو اس دي يوليو لي فيديو يتصبوا فيها هي ديريكتومون. بحذاهم نلقاو بور يو اس بي تيب سي. البور هذا مجعول للاليمونتاسيون نتاع دي في ار. نتعداو توا للكاميرا. من تالي فما البلاك دو فيكساسيون اللي هي باش تتفكسها في الحيط وشاده في روتول ميتاليك اللي من بعد باش تعمل بها الريجلاج نتاع لورينتاسيون نتاع الكاميرا نتاعك باش تحطها بارفيتمون في الشون اللي انت تحب عليه. من لوطا نلقاو الغري ولا النقب نتاع لو بارلور نتاع الكاميرا. ونلقاو بحذاه تخاب صغرونه فيها بور يو اس بي تيب سي اللي تشارجي بيه الكاميرا وفما البوطون اون اوف واللي تعمل بيه ريزيت للكاميرا. والتخاب هذايا كيما تشوفوا محميه بكاش اون سيليكون اللي يخليها تقاوم المطر والغبره والشمس اكسيتيرا. فوق الكاميرا ما فما حتى شيء. والفاس القدامية نتاع الكاميرا نلقاو فيها الكابتور دو بريزونس اللي هو كبير برشا باش يوفر ديتيكسيون خير. وفما الميكرو نتاع الكاميرا والكابتور ديماج وفما انبوبة صغيرة هكا هو هذا اش فما في الكاميرا. نتعداو توا لابيراج والكونفيغوراسيون نتاع الكاميرا اللي هي حاجة سهلة 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 على الاخر. اول حاجة ناخذو كدي في ار صغرون نبرانشيو فيه الكابل ريزو نتاعو والكابل داليمونتاسيون تيب سي. بيان سور الكابل ريزو يلزمك تبرانشيه في المودم زادا. ومن بعد الباقي الكل باش يصير في لابليكاسيون نتاع شاومي هوم. دونك نحلو لابليكاسيون ننزلو على البلوس الصغرونة اللي فوق ليكرون على اليمين وننزلو على سكاني. وتوا ناخذ الروتور ونسكانيو هكا الكود كيو ار اللي موجود تحت الروتور من اللوطه والباقي عاد ساهل السوفي دو سويفر لي انستركسيون اللي موجوده على ليكرون. اون فوا كملنا لابيراج نتاع الروتور نتعداو تو للكاميرا نعاودو نفس الشيء ننزلو على البلوس اللي فوق ليكرون على اليمين وننزلو على سكاني ونسكانيو الكود كيو ار اللي ورا الكاميرا وكيف كيف نقعدو نتبعو لي انستركسيون ونكملو الكونفيغوراسيون نتاعنا. وتوا اون فوا كملنا لابيراج نتاع الكاميرا والروتور تنجم تهز الكاميرا نتاعك وتركبها لبرا وكون متاكد اللي اي واحد باش يتعدى قدام الكاميرا باش تجيك انستونتانيمون نوتيفيكاسيون على تليفونك ومعاها اكستري فيديو من اللي شافته الكاميرا. سي اوسي سامبل كو سا. به نجيو توا اللي به الفايده. دونك كيما قلت لكم الكاميرا هذيا عندي عام من اللي شريتها. دونك ديفواتها ومشاكلها الكل في بالي بهم متعداو على راسي من الاول. اول ديفو اللي برشا توانسه تليعوا منه هو مشكله الاوتونومي نتاع الكاميرا. وقت اللي خرج الموديل هذايا شاومي قالت اللي الكاميرا هذايا سوبوزي تشد جوسكا 3 موا دوتونومي يعني سوبوزي تشارجيها مره في 3 شهور واللي هو كي تجي تشوف شيفر محترم برشا. اما وقت اللي شريتها وركبتها وبديت نستعمل فيها تفاجات اللي الاوتونومي نتاعها نلقاها ماكسيموم 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 تشد جمعتين. والحقيقه جيت تري ديسو كيفي كيفكم. ومن بعد وقت وتيت وجات فرصة هزيت الكاميرا لجماعة لي سافي نتاع شاومي في تونس اللي هما في الكرام خاطر بالرسمي سيتي فريمون انسوبورتابل بويسك عندي زوز كاميراوات كانت واحدة تشدني جمعتين وواحدة تكمل الجمعة بالسيف. بون الكاميرا قعدت عندهم جمعتين ابوبخي باش يعملوا دياغنوستيك نتاعهم ويشوفوا شنو الديفو بالضبط. من بعد كلموني عيطولي عطوني كاميرا جديدة. اما مالوغوزمون المشكلة ما تحلتش. ملي كانت عندي كاميرا تشد ابين جمعة 10 ايام جوست ولات تشدني جمعتين هذيك هي الحكاية. وقتها بالرسمي زدت نرفزت على الاخر وطارت لي. دونك خليتها كيكا وبديت نحضر في فيديو باش نقول لكم رد بالكم الكاميرا هذيا راهي فيها مشكلة كبيرة متاع اوتونومي. حتى لين جا نهار نتفكرها عندي كي تو سيتي لو 20 اكتوبر 2022 وانا قاعد جاتني نوتيفيكاسيون على التليفون نتاعي ميزاجور فيرموير. وبويسك انا انفورماتيسيان ونعرف عندي فكره على ميزاجور فيرموير ونعرف الميزاجور فيرموير اش تنجم تعمل
قلت برا خلنا نعمل ميزاجور فيرموير هذيا خلنا نشوف بالكش تحل المشكلة. دونك عملت الميزاجور فيرموير، نحيت الكاميرا، شارجيتها 100% ورجعت ركبتها وبديت نتستي. النهار الأول، النهار الثاني، النهار الثالث، تعديت جمعة كاملة والشارج قعدت 100%. بون ما نكذبش عليكم، وقتها ما حبيتش نهبط فيديو انستونتانيمون، قلت خلينا نزيد نثبت بالك شي غلطه، بالك شي الفيرموير الجديد ماهوش قاعد يقرا في الشارج بالكدا. دونك خليتها هكاك اون مارش، وقعدت نعس عليها ونتبع في ليفولوسيون تاع لوتونومي تاع الباتري. وصلنا لو 30 ديسمبر، يعني بعد شهرين و10 ايام ابوبخي، الكاميرا مازالت تخدم، سكي ديجا بيان، معناتها فوتنا شهرين اوتونومي. ولا في شارج نتاع الشارج يقول لي اللي شارج ريستونت 76%. تعرف واش معناها 76% شارج؟ يعني في شهرين وعشر ايام كليت ابل ربع متاع الشارج متاع الباتري، يعني تيوريكمون تنجم تشد حتى اكثر من 6 شهور شارج، واللي هو شيفر انورم على الاخر راهو. لا، واللي عجبني اكثر في الميزاجور هذيا هو انه ما صلحتش كان المشكله متاع الاوتونومي، خاطر الكاميرا هذيا كان فيها 3 مشاكل كما قلت لكم، مشكله الشارج، وكانت فيها مشكله الديتكسيون، يعني الفيابيليتي متاع الديتكسيون ماهيش طياره برشا، يعني ساعات يتعدى قدامها شكون وميم با تفيق بيه الكاميرا. وكانت فيها زاده مشكله متاع ديكونيكسيون، ساعات تحل الابليكاسيون باش تعمل طله تشوف واش فما واش ما فماش، يقول لك كاميرا اورليني ولا اوفلاين. اي بيان اما غراند سوربريز، نلقى المشاكل هذوما الكل تحلوا، الكاميرا ولات ديما كونيكتي جوا مريقل، اي واحد يتعدى قدامها تفيق بيه انستونتانيمون، ومشكله الشارج تحلت راديكالمون. ومش كان تحلت، ولات عندها اون اوتونومي ريكور تلمون، ولات تشد برشا، انه لليوم مازلت ما عنديش شيفر اوفيسيال نتاع قداش تشد الكاميرا شارج بالضبط بالضبط، خاطر تو سامبلومون ملي هبطت الميزاجور فيرموير الجديده التو الباتري نتاع الكاميرا مازال فيها شارج. ودونك باش نعطيكم دي شيفر بريسي اكثر يزني اكثر وقت. ان توكا انا عندي زوز كاميراوات بور لو مومون، وباش نسهل الكالكول نتاع الاوتونومي نحيتهم الزوز وشارجيتهم الزوز فرد وقت لو 31 ديسمبر 2022، جوست باش نسهل على روحي الكالكول. او كظاهره لو 1 جانفي 2023 لي دو باتري بداو زوز مع بعضهم 100%. وقت اللي تيح الشارج نتاع وحده منهم ولا زوز مع بعضهم مومون طون، تنعطيكم ابديت على فيديو في اليوتيوب. به هذا فيما يخص المشاكل نتاع الكاميرا هذيا، واللي الميزاجور فيرموير صلحتهم اوغوزمون. توا باش نوريكم استيوس مزيانه برشا تنجم تستعملها مع الكاميرا هذيا ولا مع اي كاميرا سيرفيونس شاومي. الفونكسيوناليتي هذه هي لي سين انتيليجونت. اش معناها؟ معناها انت تنجم تدخل على الابليكاسيون تاع شاومي هوم وتصنع اون سين فيرتوييل. اش معناها؟ معناها تقول له فما دي كونديسيون معينه، اذا كان تصير الكونديسيون هذه اعمل لي لاكسيون هذه. مثلا ان اكزامبل دو سين اللي انا بدي عامله في الاستوديو نتاعي هو اني نقول لابليكاسيون اذا كان الكاميرا دو سيرفيونس اكستيريور ديتيكتيت موفمون، شعل لي الضوء نتاع التيراس. بيان سور في التيراس مركب انبوبه انتيليجونت شاومي زاده، سكي تو تافي نورمال، يعني لابليكاسيون شاومي ماهيش باش تنجم تشعل لك انبوبه فيليبس عاديه نتاع 10000 فرانك من الكانكيوري. باش تنجم تشعل لك انبوبه يلزم تكون لابليكاسيون في حد ذاتها عندها ان كونترول داكسي على الانبوبه هذيك. ودونك سين انتيليجونت هذيا تربحني في حاجتين، دان كوتي اذا كان فما ريسك دانتروزيون، واذا كان اون بيرسون انديزيرابل تعديت قدام الكاميرا ضو التراس الكل باش يشعل، دونك من شيرة السيد باش يتفجع ويقطع، ومن شيرة أخرى وجهه باش يتسجل بكاليتي ديماج خي، خاطر عندنا أكثر لوميير. وحتى أنا بيرسونيلمون السين انتيليجونت هذيا تسهل لي حياتي برشا، كي نبدا جاي للاستوديو في الليل باغ إكزومبل، يسوفي ندخل نتمشى على روحي في التراس، الكاميرا تشوفني تشعل لي الضو أوتوماتيكمون، معناها حاجة اسمها شعل الضو وطفي الضو في التراس ننساها توتالمون. كل شيء يولي جيري بالكاميرا دو سيرفيونس، ريتو محلاها هكا. دايوغ هاو كيما تشوفوا هاني انا توا داخل الاستوديو، هايك الكاميرا دو سيرفيونس على اليمين راكبه، هذيك الانبوبه شاومي راكبه فوق الباب، فوالا دوب ما كبتتني الكاميرا اوب شعلت لي الضوء. حصيلو فازا ياسر 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 براتيك في الاستعمال اليومي. دونك باش نصنعو السين انتيليجونت هذيا ساهل على الاخر، تمشي جوست لابليكاسيون شاومي هوم، في الاكران من اللوطه باش تلقى بوتون انتيليجون، تنزل عليه، بعد الفوق على اليمين تنزل على بلوس، انسويت كري اون سين انتيليجونت، باش تلقى سيليكسيوني دي كونديسيون سي، تهبط اللوطه تلوج على الكاميرا دو سيرفيونس اكستيريور نتاعك، تنزل عليها. Ensuite, tenzela la déclenchement de détection de mouvement. Yani les conditions هذه elle se déclenche suite à une détection de mouvement par la caméra de surveillance. بعد يقول لك ensuite يعني توا باش تقول له شنو يلزمو يعمل اذا كان الكاميرا ديتكتيت موفمون. ساهل ياسر، تهبط في الليستا، تلوج على الانبوبه اللي تحب تشعلها، تنزل عليها لامب دو تيراس، وتهبط اللوطه تقول له لايت اب فور ان ادجستبل بيريود اوف تايم، معناها شعل لي الانبوبه بوندون اون بوري دو تون. ننزل عليها ونقول له باغ اكزومبل 5 مينوت، وننزل على اوكي.
ننزلوا على OK مرة أخرى ونفاليديو السين انتليجنت نتاعنا. سي أوسي سامبل كو سا. Et encore, هذا juste exemple صغير من les possibilités اللي تنجمو تعملوهم بالسين انتليجنت. تنجمو تربطوها بدي كونديسيون دو تمبيراتور، تنجم تربطها برشا 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 حاجات. ننصحكم تبربشوا فيها بالكدا وتسيبوا ليماجيناسيون نتاعكم. باهي هذا فيما يخص السين انتليجنت. توا جا وقت الفيرديكت. اسكو الكاميرا هذه تستاهل ان الواحد يشريها ويركبها في داره ولا لا؟ بون صحيح اللي الديماراج نتاع الكاميرا هذه كان متعثر شويه وخرجت فيها شويه ديفوات وكذا، اما توا لي ديفو الكل تصلحوا بالميزاجور فيرموير الاخرانيه، والنجم نقول سونز هيزيتاسيون اللي الكاميرا هذه طياره برشا وعندها مستقبل زاهر. علاش؟ خاطر اول حاجه عندها اون تري بون كاليتي ديماج، بريزولوسيون فول اتش دي، تخرج لك دي فيديو دو سورفيونس دو كاليتي طياره برشا. ثاني حاجة الافيكاسيتي متاع ديتكسيون، اي موفمون يصير قدام الكاميرا الديتكتيه بالوقت اللعب لا، ومام تسجل لك سيكونس فيديو وتبعثها لك على تليفونك. الوغ كو دموندي دو بلوس. الكاميرا فيها كابتور دو فيبراسيون، اذا كان يجي واحد من تالي ويقعد يبربش فيها ولا يحاول يدورها شوية ولا حتى يحاول يكسرها، كيف كيف تجيك نوتيفيكاسيون بالوقت وتقول لك رد بالك فما شكون قاعد يبربش في الكاميرا، ومام تخرج لك نوتيفيكاسيون لا كاميرا ا ايتي ديبلاسي. سينو ابار سا انا حتى كي تعدى قطوس قدام الاستوديو تكابتيه كيف كيف وتبعث لي نوتيفيكاسيون. بيان سور اذا كان عندك كونيكسيون انترنت خايبه نجم الفيديو تاخذ شويه وقت باش توصل لك لتليفونك، اللي هي حاجه عاديه على الاخر. ثالث افونتاج عند الكاميرا هذه هي الاوتونومي. دونك كيما قلت لكم او ديبي كانت فيها مشكله نتاع فيرموير والاوتونومي كانت تشد ابين جمعه ولا اثنين، توا تصلحت المشكله هذه ولات فاسيلمون تنجم تشدك جوسكا 6 موا وميم اكثر، وهذا تم كونفيرميه لكم بعد. رابع افونتاج هو الفيرساتيليتي نتاعها، بويسك نحكيو على كاميرا صغرونه وخفيفه وتوتالمون ايتونش. في الحاله هذه توني با اوبليجي باش تركبها في حيط، تنجم تخبيها في اي بلاصه، ورا شجره، تحت حيط، ورا كعبه ياجور، تفكسيها في شجره كان تحب، في الشمس، تحت المطر، وين تحب انت الكاميرا باش تخدم وجوها مريقل. والافونتاج الخامس نتاع الكاميرا هذه هو الانتيغراسيون في الايكو سيستيم نتاع شاومي. بيان سور بويسك موجوده في الابليكاسيون شاومي هوم، تنجم تصنع دي سين انتيليجونت، تنجم الكاميرا الى انتيغاجي مع دوتر اباري شاومي، والشيء هذا بالطبيعه ينجم يخلي استعمالها انكور بلوز اغريابل. Encore plus intéressant. Voilà voilà, هذا ش حبيت نحكي لكم اليوم على الكاميرا دو سيرفيونس اكستيريور نتاع شاومي. سي اونترتون تجيني معلومات اخرى على الكاميرا هذه تنقلها لكم في لي بروشين فيديو. وبيان سور زاد كيما وعدتكم دوب ما تيح الشارج نتاع الكاميرا الاولى ولا الثانيه ولا زوج مع بعضهم، زاد كيف كيف باش نقول لكم في لي بروشين فيديو. دونك بالحق بربي ما تنساوش اشتركوا في القناه وحطوا كالناقوز نتاع لي نوتيفيكاسيون، وما تنساوش زاد تلايكيو الفيديو، سا سي تري تري امبورطون. حسيرو ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، وتوا ما بقى لي كان نقول لكم نتقابلوا في الحلقه الجايه ان شاء الله.